معانا على التليفون دكتور محمد القرماني، رئيس قطاع مختبر الابحاث في بنك الطعام المصري. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا استاذ ايمان، ازاي حضرتك؟ منورنا في ستات ما يعرفوش يكذبوا. ربنا يخلي حضرتك، انا سعيد بوجودي معاكم النهارده. اهلا وسهلا يا دكتور محمد، ويا ريت نعرف يعني ايه تغذيه المراه المعيله، يعني هيكون مكون من ايه الغذاء بتاعها؟ طيب يعني ايه، خلينا الاول نبدا يعني، واكيد ناس كتيرة عارفه ان بطبيعه الحال الاحتياجات التغذويه بتختلف بحسب حاجات كتيرة جدا، بحسب عوامل كتير، من ضمنها السن، من ضمنها كون الفرد ده امراه او رجل، طفل ولا لا، النشاط البدني اللي هو بيقوم بيه، فالاحتياجات دي بتختلف. احنا الحقيقه في بنك الطعام بدانا من فتره ان احنا نوعيه المساعده اللي احنا بنقدمها للاسره بتختلف على حسب طبيعه افراد الاسره نفسهم. وبالتالي المراه المعيله بحكم التعريف هي السيده التي تعول اطفال وما عندهاش يعني ما فيش الزوج غير متواجد لاي سبب كان. وبالتالي المساعده بتاعتنا بنحاول ان نحقق ثلاث حاجات. اولا ان احنا نقدم لها اكسس، ان هو نوفر لها كميه معقوله من الطعام، وبنركز فيها على كمان الجزء الخاص بالدايت دايفرستي اللي هو التنوع التغذوي، لان زي ما حضرتك عارفه انا ممكن ادي للاسره كرتونه كبيره مليانه منتج غذائي واحد، الاسره تشبع تماما، لكن هتبقى ناقصها عناصر غذائيه متنوعه. والحاجه الثالثه ان المساعده اللي انا بقدمها بتستجيب للتفضيلات والاذواق بتاعه الناس، لان انت عارف حضرتك ان تفضيلاتنا للحاجه اللي احنا بناكلها بتختلف. وبالتالي احنا لما عملنا كرتونه للمراه المعيله كانت بتحاول تراعي الثلاث عوامل دول، اخذا في الاعتبار وجود اطفال في الاسره ليهم احتياجات تغذويه محدده جدا عشان تساعدهم في عمليه النمو البدني والعقلي والجسماني، وتحميهم من امراض سوء التغذيه اللي بتكون منتشره عند الاطفال. اكيد. طيب دكتور محمد، طبعا هو يعني مشروع محترم جدا ومبادره في غايه الاهميه، فلو النهارده انا من الناس اللي قاعده بسمع كلام حضرتك وعاوزه اساهم، عايزه اشارك، اتبرع سواء تبرع مادي او عيني، اتواصل ازاي واتواصل مع مين؟ هو في طبعا حضرتك يعني قنوات بنك الطعام للتبرع موجوده، سواء من على الويب سايت بتاعنا، من على السوشيال ميديا بلاتفورمز المختلفه، سواء فيسبوك او الانستجرام، دي كلها موجوده. ممكن التبرع في حسابات بنك الطعام اللي موجوده في مختلف بنوك اللي موجوده في مصر، وممكن التبرع من خلال مقر بنك الطعام نفسه. ممكن التبرع يبقى عيني، يعني حد مثلا عاوز يجيب مواد غذائيه يتبرع بيها، ولا ده مش متاح لسه؟ لا، احنا ما بنعملش ده لسبب بسيط، ان احنا كل المساعدات اللي احنا بنقدمها بتبقى بتخضع لعمليه رقابه مشدده جدا عشان نتحقق ان سليم. كل الحاجات اللي احنا بنقدمها بتخضع لكافه معايير الفود سيف. سليم طبعا. فللاسف يعني دي ما بنقبلهاش في الوقت الحالي. تمام. طيب يعني دكتور، النهارده احنا بنتكلم عن اسر موجوده على مستوى محافظات جمهوريه مصر العربيه، حلقه الوصل ما بينكم وبين الاسر اللي محتاجه او المراه اللي محتاجه او اللي بتعول اطفال بتكون ازاي، وبيتم الاختيار على اي اساس؟ احنا قبل ما بنبدا لازم بنعمل بحث مستفيض جدا، يعني ممكن يعني ممكن بنتكلم مع حضرتك على تفاصيله فيما بعد، لكن بحث مستفيض جدا عن الاسره وحالتها ومستوى التعليم اللي موجود عندها ومصادر الدخل ومصادر الانفاق وكل التحديات اللي بتواجه الاسره، عشان نتحقق ان احنا رايحين للشخص الصح. ما نبقاش بنستخدم اي اموال تبرعات ان احنا نوصلها لناس غير مستحقين. اقصد اقول يعني مين بيدور على التاني؟ يعني هل بنك الطعام او المؤسسه بتدور على الناس دي، ولا اذا جالكم ناس قالوا لكم ان احنا محتاجين بيبتدي في استقصاء بيحصل عنهم وبتبتدوا ان انتم تساعدوهم؟ الاثنين، لان احنا طبعا في بعض الاسر يعني بنك الطعام معروف، ففي اسر بتسير هي اللي بتابروتش في البنك، لكن من الناحيه الثانيه اخذا في الاعتبار ان احنا عارفين ان في بعض الاسر ممكن يكون عندها من يعني خلينا نقول التعفف، او ان هي ما تلجاش للبنك، فدول احنا اللي بنحاول ان احنا نروح لهم من خلال شبكه كبيره جدا من الجمعيات القاعديه بنشتغل معاها على مستوى الجمهوريه باكملها، اكثر من 4000 جمعيه دي بتشتغل معانا على الارض في الاختيار والترشيح واجراء دراسات الحاله والبحوث اللي احنا بنعملها مع معنى كده. انتوا شغالين في كل المحافظات يا فندم دكتور محمد؟ ولا في حتت لسه ما بداتوش فيها؟ بشكل عام شغالين لكن انت حضرتك النهارده كنت بتتكلموا على البروتوكول التعاون مع مؤسسه مؤمنه كامل، ده احنا قررنا ان احنا نبدا فيه مبدئيا في محافظه الجيزه على حوالي 2200 اسره،
مرأة معيلة. والسبب اللي خلانا نبدأ في الجيزة الأول هو أن احنا عايزين نتحقق من الآخر أنه هل المساعدة اللي احنا قدمناها للأسرة دي أوفت بالغرض اللي احنا عايزينه ولا لا. بنك الطعام بيقدر يوصل للأسر في كل مكان، لكن احنا ما بيهمناش بس الوصول، لكن يهمنا نشوف الأثر اللي احنا خلقناه مع هذه الأسرة. هل في تحسن في حالة التغذية عند الأم وعند الأطفال؟ هل الأطفال بينمو وفقا للمعدلات الطبيعية ليهم سواء الطول أو الوزن؟ هل معدلات الأنيميا اختلفت عندهم ولا لا؟ لأن هذه الأهداف اللي احنا داخلين نشتغل عليها. كويس أوي. أنا بس يعني سؤال أخير، بتختاروا نوعية وطبيعة الغذاء اللي بيتقدم حسب مثلا الفئة العمرية للأم وللأطفال؟ إذا كانت بترضع حسب سنها، حسب سن الأطفال، بيبقى في اختلاف ولا هي باكج واحدة بتبقى للناس كلها؟ لا طبعا، عشان كده احنا عندنا برامج متخصصه. يعني حضرتك اتكلمتي على مرحله الرضاعه، ده برنامج اخر عندنا داخل بنك الطعام اللي هو برنامج التقزم، وده اللي بنقدم فيه مساعده للام اللي عندها الحامل لحد ما طفلها يتم سنتين، لان دي ليها احتياجات تغذويه مختلفه تماما عن العادي. لكن الاختيارات بتتم اولا باساس علمي بالاعتماد على خبراء في مجال التغذيه، هم اللي بيحددوا لنا العناصر الغذائيه اللي الاسره بتحتاجها، واساس عملي لوجستي، لان زي ما حضرتك عارفه احنا بنوزع كراتين شهريه، وبالتالي تكفي الاسره كلها مش بس المراه المعيله او الام المعيله. لا طبعا بتكفي الاسره طبعا كلها. طبعا 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 كامل الافراد. تمام. شكرا لحضرتك، وشكرا لبنك الطعام المصري واستاذ نيازي سلام ودكتور محمد الكرماني، نشكرك. نورت يا دكتور. مجهود محترم ومبادره محترمه، وبنشكر كمان مؤسسه مؤمنه كامل، دكتور مؤمنه طبعا. كامل دايما ليها يد في الخير، هي وبنك الطعام المصري في مجالات مختلفه على فكره. يعني لو عندنا وقت كنت اقعد استفيد معاكم في احداث خيريه او مشاريع خيريه كبيره كتيره جدا لبنك الطعام المصري. صحيح. تحديدا طبعا كل الشكر لبنك الطعام المصري، مؤسسة مؤمنة كامل، لدعم مشروع تغذية المرأة المعيلة. وشكرا دكتور محمد القرماني، رئيس قطاع مختبر الأبحاث بنك الطعام المصري. مجهود مشكور وبصمة واضحة جدا على الأرض، وهنتابع أكيد معكم في الفترة اللي جاية.